طبعاً درجات الثواب على الأعمال، على أعمال الخير تتفاوت على أساس معايير، من تلك المعايير درجة الإخلاص. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصاً في عمله كان ثوابه أكثر. وأيضاً مقدار الجهد والمشقة في العمل، ورد عن الإمام علي عليه السلام: ثواب العمل على قدر المشقة. كلما كان العمل فيه مشقة وبذل جهد أكبر على الإنسان كان ثوابه أكبر وأعظم. ومن المعايير آثار العمل وانعكاساته على نفس الإنسان وعلى من حوله وعلى المدى التاريخي. بعض الأعمال لها انعكاسات على النفس: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا انعكاس على النفس، هذا ثواب أكبر. وكذلك أعمال الخير التي يكون لها آثار في الواقع الخارجي تشجع الناس، إنسان يعمل عمل خير فيشجع بعمله الآخرين، هذا ثواب يكون أكبر. ورد عن رسول الله نبينا محمد أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. حينما يعمل الإنسان عمل فيصبح ذلك العمل سنة في المجتمع، يحفز الآخرين، يتحفز الآخرون للقيام به، هذا أجره وثوابه عظيم جدا. علينا أن نثق بثواب الله سبحانه وتعالى وأن نتطلع لثوابه في الدنيا والآخرة، وأن نغتنم فرصة هذه الحياة في المزيد من أعمال الخير. وعلينا أن نشجع ونحفز أبناءنا ومن حولنا على أعمال الخير. إذا كان الله تعالى يحفز عباده فإن علينا نحن أن نستخدم نفس هذه السياسة التربوية الإلهية، علينا أن نحفز الآخرين على أعمال الخير. وكما ورد في الحديث: الدال على الخير كفاعله. حفز الناس على أعمال الخير.